وها هي تأثيرات الحرب في أوكرانيا تصل للقطب الشمالي المتجمد مع قلق من محاولات روسيا والصين زيادة نفوذهما في المنطقة. مجلس القطب الشمالي قطع العلاقات مع روسيا العضو في المجلس، ما يزيد خطر وجود منطقة قطبية دون قواعد، خاصة إذا أنشأت روسيا والصين مجلسا موازيا خاصا بهما للقطب الشمالي. المجلس يضم في عضويته إضافة لروسيا كل من الولايات المتحدة، كندا، أيسلندا، النرويج، السويد، فنلندا والدنمارك التي تتبع لها جزيرة غرينلاند. لكن بعيدا عن الجانب السياسي، لنتحدث عن الأهمية الاقتصادية للقطب الشمالي. هذه المنطقة رغم أنها متجمدة إلا أنها تصنف بأنها الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة في العالم، ما يفتح الباب وراء الاهتمام بمواردها وأيضا بثرواتها. الموارد غير المكتشفة تقدر بتريليونات الدولارات، فهناك 30% من الاحتياطي العالمي للغاز و15% من احتياط النفط غير المكتشف عالميا، إضافة لكميات كبيرة من الألماس والنيكل والزنك وعناصر نادرة تدخل في الصناعات العسكرية. وخلال العقود الأربعة الماضية تقلصت مساحة الجليد في هذا القطب بنسبة 35%، ويتوقع العلماء أن يخلو القطب من الجليد بحلول عام 2050 بحد أقصى. طبعا ذوبان الجليد سيكشف عن ممرات مائية للشحن البحري تختصر المسافات بين قارات آسيا وأوروبا وأيضا أمريكا الشمالية، كما أن الذوبان سيجعل عمليات التنقيب ممكنة. وهنا يطرح التساؤل، من له الحق باستغلال موارد القطب الشمالي؟ طبعا الدول المطلة على هذا القطب لها قانونيا حق الاستغلال الاقتصادي للمنطقة الخاصة بها، وهي دول المجلس القطبي، إلا أن الأجزاء الأخرى البعيدة في القطب فلا ملكية ولا سيادة لأحد عليها. نختم من حيث بدأنا مع غياب الملكية والسيادة، ونضيف إليهما غياب القواعد. ربما تكون هذه النقطة المتجمدة إحدى أسخن بؤر التوتر في العالم مستقبلاً. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.